البداية من المهرة، حيث قال تقرير صادر عن موقع ميديا لاين الأمريكي أن وجود القوات البريطانية في مطار الغيضة سبق حادثة مرسر. ونقل الموقع عن مصدر يعمل في إدارة مطار الغيضة قوله إن قوة بريطانية تتكون من 15 جنديا كانت موجودة في المطار قبل حادثة استهداف الناقلة البريطانية ميرسر ستريت، مشيرا إلى أن عمل القوة كان مقتصرا على إدارة قوات التحالف الموجودة في المحافظة. وكشف الموقع وجود قوات عسكرية من جنسيات مختلفة بالقرب من مطار الغيضة، كما كشف عن تشييد منشآت ومبان جديدة بعد دخول البريطانيين المطار، معتبرا الوجود الأجنبي بالمهرة ممهدا لمسرح صراع دولي.